مرحب بكم في ركن حلوة الحباب. اليوم عندنا كيفية جديدة اللي هي الكورون أو شوكولا. نشوفوا مع بعض المقادير ونجوزوا طريقة التحضير. بسم الله، عندنا 250 غرام زبدة أو مارغرين تكون طرية، هنا لازم نستعمل الخلاط الكهربائي ولا الاخت ما كاش حاره تستعملي ايادي. عندنا 250 غرام سكر ناعم، نحاولوا نخلطوا هاد الزبدة تاعنا مع السكر الناعم. نضيفوا زوج حبات بيض، ماذا بك والوزن تاعهم يكون ما يتجاوزش 55 غرام. دائما بالحبه تاع البيض، دوكا راكم عرفتوا كيفاش نكسروا البيض حتى ولو طحنا في حبه ما تكون صحيحه. نرموا حبه وما نرموش حبتين ولا ثلاثه، نواصلوا. دائما القرصه تاع الملح او عطر الفانيليا او مبشور الليمون ديروه دائما، هذه نصيحه، مور البيض. الخميره تاعنا دائما مع الفرينه، 250 غرام فرينه، باكيت تاع خماره كيميائيه او خميره خاصه بالحلوى. عندي زوج مغارف تاع كاكاو، دائما الكاكاو يتخلط مع الفارينة. مع الخميرة اللي درناها هك. دي شوية كاكاو. الآن نضيف 130 غرام تاع اللوز، تقدر دير الكاوكاو ما كاش حارتش، اخترت اللوز يكون شويه خشين ويكون محمص. نزيد نضيف معاهم فارينة اللي خلطها مع الكاكاو والخميرة. كيفية سهلة تحضير، يعني ونقدر نقول لك بنينة وشابة، زيني بها المائدة تاعك. دابكم يوم العيد ربة البيت تكون يعني هي أحسن امرأة باش هذاك النهار تزين المائدة تاعها بأنواع تاع الحلويات. أنا بهذه المناسبة حاولت خدمت وعطيتكم كيفية جديدة باش تزيدوها في الحلويات نتاعنا التقليدية، يعني كما قلت لكم العيد يتميز بحلوياتهم باينين، السمسم مقروة العسل تشارك مسكر أنا درناه مع بعض، هادو كيفية جديدة زيادة. زيادة فيك أختي المشاهدة، إن شاء الله تعجبك. بلا شك راهي تعجبك بلا شك.
الأول نزيد كيفاش نخلط مليح. أنا نحاول نزيد شوية كاكاو باش نتحصل هذاك اللون تاع الشوكولا، لأننا نعرف الكاكاو فيه أنواع. يكفي خليط تاع نتخلط مليح على بالك، قد ما نخلطوه قد ما راه يتراكم الهواء، وهذا الهواء اللي تراكم يساعدنا باش كيفية تاعنا تجينا خفيفة، رغم أن ألوناها بالخميرة. معليش قد ما نخلطوه قد ما الكيفية تاعنا تجينا مهوي. هنا عندي إن بوش أدو درتها هنا، عندي هذا المول موجود في الأسواق خاص بلي بابا. قلت لكم هذه الكيفية اخترتها جديدة خاصة لكم. بس إن شاء الله قد تحضروها يوم العيد. نخدموها بلي بوشادوي باش يسهلنا المهمة تاع الخدمة تاعنا. نقطع هاد لابوشادوي بالمقص، نحاول نعمر هاد ليمون هكذا، ما نعمرهمش بزاف لأن قلت كيفية فيها الخميرة، نخلو يعني شوية الفراغ باش كي تطلع تجينا سوا سوا هكذا. زيدو نواصل اختي المشاهده نعمر الليمون تاعنا، نرجع لك بعد الفصل. اختي المشاهده هاي الكيفيه تاعنا اللي طابت، حصلنا شوفوا كيفاش هاد الكادوك حنا نزينوه. لهنا حضرت اون غاناش، اون غاناش اللي متكونه من 50 غرام تاع لا كريم فريش، مغرفه نتاع عسل، درتهم فوق النار غلاو شويه، نحيتهم فوق النار، ضفت لهم 90 غرام تاع شوكولا سوداء زائد 90 غرام تاع الشوكولا بالحليب، درتهم يبردوا في الثلاجه، تحصلت على هذا المزيد. شوفي هكذا، يا شوفوا كيفاش لا كونسيستانس نتاعها. لهنا عندي اون بوش ادوي، ندير شويه غاناش فيها، يبست شويه درتها في الثلاجه. ندير هاد لي غوزاس هكذا في الوسط بيها، هكذا. قبل ما ندير لي غوزاس عفوا، عندي لهنايا معجون، انا اخترت نتاع المشمش، انت يديك الاختيار. ناخذ الحبه تاعي ندير شويه في لي بوغ، شويه معجون هكذا نمشيه، بالكم عمليه التزيين هي اللي تتطلب يعني وقت، وهي اللي تمد الشخصيه
كما قلت للكيفية نتاعنا. ولهذا الإنسان لازم يكون صابر، يكون فنان في حد ذاته. ولهنا عندي شوكولا سو فورم دو فيرميسيل، نحاول كيفاش نجوز هكا. نعاود نحطها هنايا ونواصل في عملية التزيين. ندير هذيك لاكاناش هكذا في الوسط. لهنا عندي دي باستي تاع الشوكولا، كلش موجود في الأسواق. هكذا نرجع لك بعد الفصل. ها هي الكيفية اختي المشاهدة نتاعني اللي حضرناها مع بعض، راهي جاهزة. التزيين تاعها كيما تبعتيني مليح، المقادير تاع لاكاناش عطيته لكم، ان شاء الله تبعتيني مليح عفوا. ان شاء الله تنجحي فيها وتحضريها وتفرحي افراد عائلتك. نعطيك موعد في حصة اخرى بكيفية جديدة. قول لك السلام.